نبدأ قراءتنا في عناوين الصحف الصادرة نهاية الأسبوع ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا، حيث كتبت صحيفة ليبراسيون أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس يوم الاثنين المقبل مجلساً للدفاع الصحي سينكب على مناقشة الإمكانيات المتاحة لمواجهة المتحور أوميكرون. صحيفة ذا جاردين البريطانية كتبت أن شركات الطيران اضطرت إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية عبر العالم، ربعها تقريباً في الولايات المتحدة، وذلك في سياق مواجهة المتحور أوميكرون الذي عطل التنقل في أعياد نهاية العام. ونقرأ على صحيفة فرانكفورت الرانشاو الألمانية أن الوزير الفيدرالي للصحة كارل لوترباخ حذر من موجة لا مفر منها للمتحور الجديد قد تستدعي من السلطات إعادة ترتيب أوراقها والانتقال إلى مرحلة جديدة من الإجراءات التقييدية. يومية لوتون السويسرية تمت من جهتها بالمعارضة القوية التي لاقتها الإجراءات المفروضة من طرف السلطات البلجيكية لتطويق تفشي الوباء في البلاد، لا سيما من طرف متعهد القطاع الثقافي الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لإغلاق مؤسساتهم.